بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيا ايها الاخوه المؤمنون الله سبحانه وتعالى له في كل امر امر به حكمه وله سبحانه وتعالى في كل شيء خلقه في هذا الكون ايه والله سبحانه وتعالى هو المهيمن على عباده وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والارض يجب على كل عباد الله جل جلاله ان يؤمنوا بهذا فاذا امنوا بهذا وادركوا هذه الحقيقه كانوا عند مراد الله جل في علاه امرا ونهيا فاذا ما امر الله سبحانه وتعالى بامر ائتمروا واذا ما امر الله تعالى عن شيء انتهوا وعلموا ان لله سبحانه وتعالى في كل امر من اموره حكمه جل في علاه حتى ولو لم يدركها الانسان ويعلم الخلق جميعا ان الله سبحانه وتعالى عنده الملاذ لكل عبد من عباد الله فاذا ادرك الناس هذه الحقيقه لم يياس احد ابدا ولم يقنط احد ابدا من رحمه الله ولا من فرج الله جل في علاه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ينبئنا في قصه سيدنا موسى عليه السلام عن امر من الامور التي يراها البشر من الامور العجيبه سيدنا موسى عليه السلام كان في ارض مصر وهو رضيع فولد في ارض مصر جاء السحره والكهنه الى فرعون وينذرونه ان هلاك ملكه على يد طفل من بني اسرائيل فافسد فرعون في الارض يقتل الصبيان ويستحيي النساء ويشيع في الارض الفساد القران الكريم نبانا عن هذا وقال الله جل جلاله ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين وام موسى عليه السلام خافت على وليدها من الهلاك وخافت عليه من الذبح ومن القتل على يد جنود فرعون والقران الكريم يحكي لنا عن هذا فالله سبحانه وتعالى امر ام موسى ان تلقيه في اليم لما خافت عليه واليم بالنسبه لهذا الرضيع لهذا الصغير موطن من مواطن الهلاك كيف اذا خافت عليه ان تلقيه في اليم قال الله جل جلاله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولكن ام موسى عليه السلام كانت شديده الثقه والايمان واليقين في الله سبحانه وتعالى ومسلمه لامر الله جل في علاه على اي حال من الاحوال فاذا قال الله تعالى لها فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فهي على ثقه بان الله تعالى منفذ وعده معها فالقته في اليم فماذا حدث حدث ما كانت تخشاه ام موسى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطئين كان جنود فرعون يطلبون الصبيان ليقتلوهم فطلبوا موسى عليه السلام والتقطوه وهو في اليم فخشيت ام موسى عليه ولكن الله سبحانه وتعالى بيده مقادير كل شيء والله سبحانه وتعالى مهيمن على قلوب عباده وسلطان الله تعالى غالب على سلطان عباده مهما بلغت قوتهم كان الجنود يطلبون الرضع والصبيان ليقتلوهم ولكنهم طلبوا موسى عليه السلام واخذوه من اليم ليكون بهذا سبيل النجاه لموسى عليه السلام ومن هنا يظهر لكل ذي عقل ولكل ذي لب ان الله سبحانه وتعالى مهيمن على قلوب عباده وان جنود فرعون الذين يطلبون موسى بين الصغار ليقتلوه هم بانفسهم الذين التقطوا موسى عليه السلام ليحافظوا عليه وليكون في حراستهم وهذا ما حكاه القران الكريم وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وشاءت حكمه الله جل في علاه ان يحرم عليه المراضع ليرده الى امه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزم ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هكذا يجب ان يكون المؤمن على ثقه بالله جل في علاه وان يعلم ان كل فعل يجريه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون انما هو لحكمه يعلمها الله فيسلم العبد لامر الله جل في علاه هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين